طبعا بنات، انا لما بتكلم عن عناية البشرة انت ليكي في الخطوات، المنتجات عندك متاح لك ما شاء الله كم مجموعة في الشركة. طبعا غسلنا بالغسول اللي هو المنظف للبشرة، بعدها بالتونر نفس الشيء، اي تونر عندك في الشركة. احنا لنا في الخطوات اهم شيء، انا بتكلم عن الشيء اللي احنا لازم نطبقه للبشرة، اي مجموعة عندك من الشركة هذا التونر. الخطوة المهمة هي الماسك. تمام، انا حطيت فطر ريشي سبيرولينا بودرة اللؤلؤ مع ماء الورد، وادهني وجهك الجميل نص ساعة، شوفي كيف يشد معاكي، وبعدها اغسلي ورطبي. برضو اي كريم ترطيب عندك موجود في الشركة اختيارك، هذا شيء انت حرة فيه. شايفين جماله بنات؟ شايفين جمال الماسك كده؟ شايفين اللمعة؟ طبعا انتوا اقروا عن فوائد السبيرولينا، فوائد البودرة اللؤلؤ، فوائد الفطر الريشي للشد. تمام، مثل ما قلت لك تغسله وترطبه المرطب الخاص فيك، وبكذا يا بنات حتشوفي جمال بشرتك صح.